عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه. اليوم ان شاء الله جينا نوجدوا واحد الماسك، ماسك اللي هو كنسميه انا ماسك المشاهير، انه ماسك اللي هو معروف عند الناس المشاهير، مي البنات قليل اللي كيعرفوه بزاف. انا غنبداو اول حاجه شعكوكتنا، عاد غسلناها درنا لها واحد الماسك اللي كنتو شفتوه في الفيديو اللي فات. بالنسبه للماسك البنات، في رمضان كيكون عندنا البنان، كيكون عندنا التفاح، كيكون عندنا المهم لي فخوي. بالنسبه ليكم نتوما البنات، غتستعملوا في الماسك هاد الطريقه اللي غنوريكم بالنسبه لقشور البنان، وغتستعملوا معلقه ديال العسل الحر اولا عسل عادي، حبه دلو يكون حر، ولكن انا ما متوفرش عندي العسل نهائيا لا حر لا عادي حاليا. وقررت انني نصور لكم هذا الماسك هذا حيت طلبوني عليه بزاف البنات. ماسك اللي تفتح البشره واللي كيحيد التصبغات ديال الحبوب انتوما. بالنسبه للبنان غناخذوا هاد، ماشي قشره، غناخذوا هاد اللي كتكون داخل بحال هكا، هادي هي اللي غنستعملوا. انا نحيد ديال هاد البنان كامله، وهما اللي غادي نستعمل. غناخذوا غير جيار الرطيبه بحال هكا، هما اللي غادي نستعمل. انا ما عنديش العسل، ولكن قررت انني نصور لكم هذا الماسك هذا ولو ما يكونش العسل متوفر. وما فيهاش الصراحه اللي يخرج، يلا دوشت وانا ضربني البرد ما قدرتش نخرج، نمشي نشريه ونجي. وستي عادي ما يمكنش نطلبوا منه شي حاجه، واليوم عنده الراحه. اليوم عادي لا يوجد الفطور، صافي عنده الراحه. بالنسبه للخدمه خاصني البانسو، واحد البانسو مهم. انا بالنسبه ليا اختي هذوك اللي قلت لكم ديال القشره ديال البنان كررتها كيف ما كتشوفوا، غادي نزيد معاها حيت ما عنديش العسل، غادي نزيد معها فيتامين سي وفيتامين او. سورتو انا عيانه هاد الفتره هادي، يعني البشره عندي محتاجه لفيتامين، غنزيد فيتامين سي فحال هكا. بالنسبه للبنات اللي سولوني على الفيتامين سي، تقدروا تلقاوه في لي باغا فارماسي، راه رخيص بزاف بالنسبه للثمن ديالو. وغنزيد فيتامين او حتى هو، قطرات بحال هكا، وغنحاول ندمج كلشي مع بعضياتو بحال هكا. غير واحد شويه البنات، راه ماشي بزاف، كناخذ من قشور بنانة ما يكفي، وكندير معلقه ديال العسل. ولكن انا ما عنديش العسل كيف ما قلت لكم، قررت ندير هذا الماسك هذا اللي كيعجبني الصراحه، واخا ما عنديش العسل درت هاد الفيتامينات هادو باش نستافد منهم حتى هما. بحال هكا غنحاول نطبقو على وجهي بسم الله. بالنسبه لهاد الماسك البنات، راه التصبغات التبييض خطير 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 بالنسبه للوجه،
وسيرتو الاثار ديال الحبوب اللي كيعقدنا في حياتنا فريمون. انا كنت من الناس انا اللي وجهي كل اثار ديال الحبوب، واللي زاد كمل عليا حاليا هو النمش. انا راه في محاربه في حرب مع النمش، لدرجه انه ما عرفتش واش شي هرمون ولا ما نعرف شنو، خرج لي النمش في الحمي كله ماشي غير في الوجه، ما عرفتش واش شي حاجه من الهرمونات ولا ما نعرف شنو. كنفكر رانا دابا في محاربه مع النمش بوصفات طبيعيه، ويلا زعما ما بانت لي حتى نتيجه خصني ضروري نمشي نشوف شي طبيب على قبل النمش، حيت بزاف غادي وكيكثر، يعني ماشي وقف واحد في واحد الحيط زعما ولا في واحد الكميه بحال هكا. المهم الماسك ديالنا غنخليوه لمده ديال 15 دقيقه، غتحسوا بوجهكم. هذا راه انتي غير البنات، حتى بالنسبه للتجاعيد غتحسوا بوجهكم هكا يا تجبد، البشره تجبدات. غنحاولوا نخدموا بها البلايص اللي كيكونوا فيهم لي غيد بحال هنايا وهنايا وهنا. 15 دقيقة وغنغسلوه. بالنسبة للبنات اللي كيسولوني على الماسك اللي كنشريه، انا جاهز ليه هو هذا ديال فيتامين سي، تاهو غنستعملو نيت اليوم ديال فيتامين سي. منين كناخدهم البنات راه كناخدهم من مينيس وميميس وكلهم فيهم، ولكن تقدروا تستغناو انكم تشريهم، انا راه هداك هي من قوة العكس ديالي وصافي. ولا النهار اللي كنكون مثلا عندي شي تصوير ولا عندي شي حاجة وضروري خصني نتهلا في البشره ديالي واحد العنايه خفيفه وما عنديش ليمون في الدار، ولا راه تقدروا البنات ديروا غير عصير نص ليمونه ولا طرونش ديال ليمونه عصروها وديروها مع صفار البيض، ولا المهم الحاجات اللي كيدار معاهم فيتامين سي، اولا الحاجات اللي فيهم فيتامين سي راه زوينين بالنسبه للبشره. غنخلي واحد 15 دقيقه فهاد الاوينه هادي، انا نجمع هاد الروينه ديالي. ديما كندير ملي كندير ماسك كنرجع نجمع روينتي باش كنقدر زعما نلحق انني نصور لكم، وفي نفس الوقت الدار ما تكونش مرونه باش كنقدر نتحرك على خاطر. كنرجع كل حاجه لبلاصتها، هادي طريقتي الصراحه. وغنغسل وجهي بهذا ديال فيتامين سي، ومن بعد غنستعمل هذا الماسك. بالنسبه لهاد البنات راه الثمن ديالهم رخيص 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 رخيص، وفي نفس الوقت زوينين بالنسبه للبشره. هذا فيه الهيلورونيك اسيد، فيه بزاف ديال الحوايج وكيصلح لبزاف الحوايج الا قريتو هنايا. نخليه 15 دقيقه ونعاود نتلاقاو ونجمع هاد الروينه هادي. خليكم معايا. بالنسبه ليا البنات دفريني دوك الدفرين اللي رهافين 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 لواحد الدرجه دغيا كيتهرسوا، غير نقص شي حاجه كيبداو يتهرسوا ضروري. منين كنتوضى صافي يعني ضروري دابا رمضان والوضوء والصلاه وكل شيء، ولكن دفريني انا من دوك الدفرين الرهافين اللي كنتوضى كندير ليهم هاد لاباز هادي باش كياخذوا واحد لي فيتامين اللي هما زعما محتاجين ليهم حتى هما، راه خاصنا نتهلاو في الدفرين البنات، ماشي غير في الوجه والشعر ونساو الدفرين واليدين، خاصنا نتهلاو في الجسم ديالنا ككل. المهم انا دفريني دابا درت ليهم هذا بحكم انني صافي دوشت وطيت، ومن بعد منها غنمشي للماعن بزاف د الحوايج، يعني غادي يتهرسوا ليا الدفرين، قوه الماء قوه غسيل الماء قوه الصابون وداكشي. انا كيهرس ليا الدفرين وتيدير ليا بنتف كما كتشوفوا هنايا، ايوا داكشي علاش اختي درتو باش منين نمشي للماء ما يتهرسوش ليا الدفرين، ومنين نبغي نعاود نتوضا غنعاود نمسحو بديسولفون. راه ديجا عندي ديسولفون، انا باقا كنتسنى 15 دقيقه نتسنى وقتي. ثلاث 15 دقيقه نمشي نغسل وجهي كيف ما قلت لكم، هذا ديال فيتامين سي تقدروا تغسلوه باي غسول عندكم كتستعملوه، جيل نيتوايون ديال الوجه كتستعملوه، لكن موراها
حاولوا تستعملوا عصير ديال طخونش ليمونه او لا فيتامين سي، اي حاجه فيها الفيتامين سي البنات مزيانه بالنسبه للبشره. وانتي غيط وانتي بزاف ديال الحوايج كيداروا في البشره، انا غادي نغسل بهذا ومن بعد نستعمل هذا. نتوما تقدروا تستغنوا على هادو الا ما عندكمش موجودين. هذا الماسك هذا واعر واعر واعر، جربوه وغادي تشكروني عليه. وبالنسبه للي استغنى انا واخا ما عنديش لي استغنى، نتوما كتشوفوا ما عنديش لي استغنى نهائيا، كندير هذا لونتي استغنى هذا. صراحه هذا كنت خديته العادي، عادي ما كيتسوقش، خديته انا كنديرو حتى واحد فيه الفيتامين سي. نمشي نغسل ونعاود نطلقه. اجي تغسلت وجهي اختي، عرفتو كيعطي واحد الاضاءه. هذاك الماسك واعر 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 بزاف البنات.
بالنسبه للفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يربي يكون الاعجاب ديالكم، تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه. واذا كنتو جداد على القناه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وديروا الكل باش يوصلكم كل جديد بالنسبه للقناه وبالنسبه للفيديوهات. نهاركم مبروك احبابي، بوسه كبيره لكم، باي.